بلاد ناس مستقره، وكنقدم لهم فيلم كيتكلم على واحد الحقبه زمنيه اللي شويه صعيبه في التاريخ ديالنا، مدعمه من 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 من, من المركز السينمائي المغربي. هذيك يعني بان كاين واحد الحريه عند الفنان، اللي كتبقى هي الطريقه ديال طريقه التقديم، طريقه فنيه بالوان كثيره باش نحكيو واحد القصه اللي هي سوداء. كان العرض جميل ورده الفعل ديال الجمهور جميله، وكاين في بوكو ديموسيون. واليوم كنشاركوا مع الفريق التقني والفريق الفني، وشفت بعينيهم بانهم فرحانين وفخورين بهذا العمل، وهذا بالنسبه لحد ذاته بالنسبه لي شي حاجه كبيره، لان داروا فيا الثقه وتبعوني، والحمد لله النتيجه كانت مزيانه. حنان ما كانش في الفيلم، لان حنان واحد النوع ديال الممثلين اللي سكون ابيلو كونسيبت، يعني خصك تكتب ليها القصه ليها هي وتحكي القصه على حسب البيرسوناج ديالها. هذه من ناحيه، الناحيه ديال القبله، القبله هي ايستواغ دامور، وباش ما نقولش لافان، لان خص بغيت الجمهور يتعاطف مع هذا الكوب هذا ويكتشف اش غادي يوقع في الاخر. يعني حنا كنهضروا على واحد الفتره اللي هي الفتره السوداء اللي لنا سنوات الرصاص. هذه طريقه باش نتصالحوا مع الماضي ديالنا، لان اي مجتمع باش يزيد لقدام خصو يتصالح مع الماضي ديالو، وخصنا نتكلموا على هذه المواضيع هذا باش الامور ما تبقاش تكرر في بلادنا، وما تبقاش يعني كل واحد يعرف القانون ديالو، كل واحد يكون الحق ديالو. قبل ما تبدا الفيلم كان عندك مشاكل ماديه واضطريتي انك ترهن البيت ديالك، واش هذا صحيح؟ ما نحبوش نتكلم زعما قلتها واحد المره، ما نبغيش نعاود نتكلم على هذا الموضوع هذا بزاف، لان الجمهور خصو يشوف النتيجه وما خصوش يعرف كيفاش درنا العمل، واش كاين مشاكل ولا ما كانوش المشاكل. المهم ديال الجمهور هو يشوف العمل وي بلا ما يعرف الكواليس ديال العمل، لان هي دي لا ماجي ديال السينما. اللي كنقول هي واحد الحلبة، اللي عنده ما يقول مرحبا به، اللي عنده ادوات فنيه حقيقيه ما موراها لا ماده لا شهره لا والو، لان الفن هو نضال. اليوم غادي يعطيك، غدا يقدر ما يعطيكش، ولكن ما خاصكش تخونه، خاصك تبقى ليه وفي، بحال علاقه ديال الزواج، بور لو ميور اي بور لو بير. لهذا انا نصيحتي هو اننا نقويو نفسنا من الداخل ونشتغلوا على نفسنا، ومرحبا بالجميع، الباب مفتوح. وعادل مازال ما شافش، هادشي اللي كنحترم في عادل، يعني ما كنشتغلوش حيت حنا عائله، كنشتغلوا ملي خاصنا نشتغلوا، كنشتغلوا ملي كيشوف ان الدور خاصني نكون فيه، فما شافش في هذا الدور. تبارك الله الممثلات كانوا رائعات، ناديه، فاطمه، رجال ايضا، خويي عمر، كلهم معذره، الموسيقى كانت هائله، يعني واحد المزج فني في المستوى. وكنظن ان هذا الفيلم هذا غادي يدخل تاريخ السينما المغربيه، وانا كبعيدا عن الاخت كنتكلم كفنانه وكايضا مشاهده، تبارك الله على عادي. انا صراحه ما حضرتش هذه شي سنتين لان تصادف مع الوفاه ديال الاب ديالي. انا كيعجبني المهرجان لانها هي بوابه، هي نافذه، محتاجين الفن، محتاجين الثقافه، محتاجين السينما. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، ما خصناش تكون واحد اللخبطه في الافكار، كل حاجه في مكانتها. راه في واحد المثل بسيط، الا كنتي غير مهمومه ومشاكل عندك في العائله ولا مع الزوج ديالك ولا مع اولادك، كتعرض عليك غير جارتك تقول لك اجي العرس تفوجي، في ساعه كتمشي تجيبي تكشيتك وتقادي، لان النفسيه محتاجه اننا نخرجوا ونشوفوا قلبنا مع الشهداء. هذه مساله يعني ما فيهاش شك ولا يعني مره واحده، ولكن الحياه تستمر، وكنتمنى ان شاء الله ان هذا العالم يسود الامان والحب والاستقرار، ما احوجنا لذلك. لكن تستمر الحياه. قال لي في هذا البورتابل هذا اللي كنخاف عليه بزاف، لانه في دي ميساج انا وياه ايشانجي، قال لي الله يرضي عليك، وقال لي انا مطمئن لان المشعل راه كاين، فبحال وصاني بطريقه غير مباشره، والله يرحمه، وغادي نبقى دائما كبير كبير بزاف، لان كما قلت للاخوان انا غادي وكنقلب عليه. كنت كنحس بحال لاول مره غادي نجي للمهرجان، لاول مره، اللي كان دائما عرفتي كيكون البرد في المهرجان، وكتكون لابسه لا غوب دو سواغي، ولكن هو كنحس بداك الدفء ملي كنكون غاديه معاه. فالله يرحمه، الله يرحمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.